معكم مشاهدينا لوقفتنا الأخيرة بحلقة أون تايم لليوم، ورح يكون معنا مشروع أوليف ليف وأحد مؤسسي المشروع. صارت معي بالستوديو نيكول مونس سعيد، برحب فيك معنا. أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. بالبداية أوليف ليف موضوع أكيد خاصه بالزيت، زيت الزيتون والزيتون، بس بدي أترك الكلمة لحضرتك تعرفينا أكثر عن هذا المشروع العائلي بامتياز، خبرينا أكثر. اوكي، نحن اكيد اوليف ليف، نحن من دير القمر، وطبعا حسب الاوضاع اللي نحن مرقنا فيها والازمه الاقتصاديه والماليه، وبما انه عندنا ارض كبيره كلها زيتون، قررنا نعمل بهالمشروع اللي هو صابون من زيت الزيتون الاكسترا فيرجن. بتعرفي نحن بهالبلد يعني تاثرنا فعلا بالازمه من بعد السفره، من بعد 15 سنه بالامارات، والعمل بتعرفي بالغربه قديش صعب تجي على بلدك وتلاقي كل هالازمات وكل هالاشياء اللي للاسف مرقونا فيها. طلع هيدا، خلق هيدا المشروع. دونك نحن عندنا ارض كبيره، جوزي بشاره سعيد عنده ارض كبيره بدير القمر كلها زيتون، وبما انه نحن بنتي كمان عندي اياها، هي كيميكال انجينير وعندها اكيد خبره بهالمواضيع، قررنا نعمل هالبروجي بار وليكويد سوب من الاكسترا فيرجن اوليف اويل، وكله كيميكال، ما فيه كيميكال اديتيف، طبيعي 100%. حتى الاشياء اللي عم نستعملها كانجريديان غير زيت الزيتون الاساسي عم نجيبه من لبنان. دونك نحن مش بس عم نشتغل بارضنا، كمان نحن عم ندعم الاشخاص اللي عندها شغل بالبلد. بلبنان. اللي لفتنا انه كل الانجريدينتس اللي عم تعزوها هي صديقه للبيئه، كلها اورجانيك. هذا الشيء مكلف زياده، شو اللي خلاكم تتوجهوا لهذا الاتجاه تحديدا؟ هو نحن بصراحه يعني عملنا هذا المشروع، مش يعني اول شيء بلشت مثل كانها هي عم نتسلى، عم نعمل شيء يفيدنا لنا لبيتنا. وبما انه هالشيء لقينا صدى ايجابي كثير بالمحيط عندنا، بلشنا بالبروجي. نحن الهدف، نحن مش هدف تجاري اكثر ما هو هدف انه نقدر نعمل شيء يساعدنا ويساعد المحيط فينا. وكبرنا وشوي وشوي وانعرفنا وبلشنا. وبتعرفي وقتها بتكوني انت عم تشتغلي بحب، بمحبه، حاطه انت ذاتك بقلب هالبروجي، تنجحي لو شو ما كان المشروع. ماجستير، وهذا نحن بصراحه هذا الهدف، هدف انه نساعد حالنا ونساعد المحيط تبعونا. خبرينا اكثر عن المنتوجات اللي بتطلع من هالارض، من ارضكم بدير القمر، لنحكي اكثر عن برودكتس. ارضنا حلوه نحن بصراحه، بتحبوا تشرفونا. اهلا وسهلا فيكم. زيتوناتنا شجر كبير معمرة، يعني من أجداد الأجداد يعني عمرها. والحمد لله يعني جوزي عم بيهتم فيهم. عم نعمل الزيت، والحلو فينا انه نحن بأوليف ليف مش انه بنشتري يعني زيت، نحن بنقطف، نحن بنعصر، يعني كله دقاقة زيت، كل شيء نحن بنعمله اكيد بنعصرهم، ودغري بنعملهم صابون. يعني نحن مش صابون البلدي العادي اللي بنشوفه بالاسواق، اذا فينا نشوف الصور كمان. هن نحن صابوناتنا بنعمله من زيت الزيتون البكر، البيب اول، وهذا كثير مفيد للبشره طبعا. بهذا الهدف انه نحن نتميز عن الصابون التقليدي اللي بيعرفوه العالم. وبلشنا نعمل هذا الصابون، ورجعنا كبرنا القام، صرنا نحط الزيوت العطريه الاسنشال اويل اللي هي الطبيعيه 100%. من عند ناس بتعمل هي بارضها اللي مصنفه اورجانيك، هي بتعمل هالزيوت، ونحن بنجيب من عندهم بنحطهم، ومصرين انه يكونوا طبيعيه، لحتى يعني بيهمنا انه الكواليتي ما ننزع، يعني على طول تكون الكاليتي تبع البرودكت تبعونا نحافظ عليها. صار عندنا قام كبيره، عندنا اللافندر، عندنا الحامض، الجيرانيوم، عندنا مجموعه كبيره حتى بتعرفي نشوف الاذواق. يعني في كثير ناس بنشوف الصور، في كثير ناس بتحب بتعرفي حسب الاذواق، حسب كل واحد شو بيحب، عم نجرب نغطي كافة الأذواق. نعم، خبرتينا شيء جدا مهم، انه قديش زيت الزيتون مهم للبشره. خبرينا عن المنافع اللي بيقدموها البرودكت. طبعا هلا نحن اللي عنده مثلا مشاكل مثل النشاف كثير مفيد، لانه هو مرطب. دائما زيت الزيتون البكر هو مرطب. واللي عنده مشاكل اكزيما عم بيستفيد، حتى اي نوع من الحساسيه كمان عم بيستفيد، حتى يستعمل للشعر
هو كله all in one، يعني إذا واحد عنده قشرة عنده هر شعر كمان عم بيستفيد. وبتعرفوا زيت الزيتون ما بده حدا يعني اللي بيفهم بهال البرودوي exactly. يعني نحن أولادنا وقت كانوا صغار كانوا في كتير بيتعرضوا بيقولوا خبز جلدة الرأس يعني نعم. صار عمل قشرة وهيك كنا نحط لهم زيت الزيتون سو نعم. هيدا الصابون كله ما فيه شيء يعني كله طبيعي من 100% ما فيه إلا زيت الزيتون، وحتى المي اللي بنستعملها مي مقطرة نعم. دونك نحن كمان بهالشيء عم ما فيها بكتيريا يعني البرودكت خالي من البكتيريا، ونحن عندنا شهاده فيهم اصلا، نحن عاملينه فحص بمختبرات ايري مركز البحوث وعندنا شهاده فيهم. برودكت صحيين وسليمين 100%. Exactly. اليوم ما حكينا عن الجانب المشرق، بس اكيد كل عمل بيتضمن تحديات، خاصه انكم عمل ناشئ اذا فينا نقول ستارت اب، بلشتوا كستارت اب وجيتوا بعز الازمه على لبنان، خبرينا شو هي التحديات اللي واجهتكم هيك. كل المشاهدين اللي عندهم ستارت اب ساكن بلشين جديد عم بيواجهوا كم تحدي ما يوقفوا عنده، وكيف تعاملتوا معهم؟ نحن بصراحه يعني بتعرفي الأزمة المالية اللي مرقت فيها كل العالم، نحن من الأشخاص اللي أكلناها بصراحة يعني، ويعني حسينا إنه يعني شو بنعمل، نستسلم؟ مش رح نستسلم، بقى قررنا حتى نضلنا واقفين على إجرينا ونضلنا مؤمنين بهالبلد نعم. وإن شاء الله بنضلنا على طول، أنا بقول لهم إن شاء الله نضلنا مؤمنين نعم. فيه. قررنا نعمل هالبروجي، يعني أكيد كان في تحديات لأنه كانت السيولة قليلة، يعني مجرد أنت مثلنا مثل كل هالعالم، يعني ما بدنا نحكي بالوضع المالي كل الناس نعم. بتعرفه، يعني جربنا قد ما فينا من لحم الحي مثل ما بيقولوا، بلشنا والحمد لله استمرينا. اكيد كان في تحديات كبيره بس انه الحمد لله قطعناهم وكتر خير الله، وبعدنا عم نقطع، بس انه الحمد لله صارت شوي العمليه اسهل، ومجرد انه العالم صار تعرف هالبرودوي وحبته وعم بتشجعنا صار الموضوع اخف يعني اخف حمل ثقل على مثل ما كان اول ما بلشنا. نعم، اليوم قطاع الزيتون بلبنان يعني زيت الزيتون عم ينال جوائز عالميه، مثل ما بنعرف في عنا زيت زيتون ديرميماس وغيره وغيره. مزبوط. اليوم قديش بتحس في وعي حول هذا الموضوع؟ قديش اليوم هالمجتمع عنده وعي على اهميه نحن شو في عنا مثل اذا فينا نقول ثروه بلبنان فيما يخص اشجار الزيتون صح. وزيت الزيتون وغيره؟ مزبوط، نحن هلا اكيد بلبنان يعني شجره الزيتون هي مقدسه عندنا نعم. بلبنان كثير حلوه، وكمان نحن معروفين يعني بلبنان بزيتاتنا، عن جد عندنا ثروه كبيره والحمد لله انه بلشنا نصدر، وبصراحه يعني عم ننال جوائز وعم نصدر، يعني كمان انه والزيتون بتعرفي يعني بركه، عن جد بركه صحيح. الحمد لله عم نلاقي مساعده، وانا كمان هون بحب اذكر انه نحن هلا ان شاء الله يكون عندنا دعم من قبل وزاره الاقتصاد نعم. نحن كان عندنا جمعه الماضي كان عندنا معرض بلقاء بالربوه مع مدعومين من جمعيه ارض المبدعين مع جمعية مجتمع مستدام، وكان تحت رعاية وزارة الاقتصاد ممثلة بأستاذ محمد أبو حيدا نعم. وإجا وتعرف على البرودكت تبعولنا وكتير حبه. هلأ إن شاء الله عم بيساعدونا، وفي مشروع إنه يساعدونا لحتى نقدر نصدر هالبضاعة لبرا. هذا شيء أساسي، يعني مش بس إنه زيت زيتون اللي عم بيعمل زيت زيتون عم بيتساعدون إنه يودوا، بتعرفي هيدي وزارة الاقتصاد هي عم بتساعد اللي عم بيعمل زيت انه يودي البضاعة لبرات، كمان نحن ان شاء الله كمان قريبا بيساعدونا، بنتأمل هالشيء. بقى فعلا يعني شوي نوعا ما بنقول انه بغياب هالدولة عندنا بهالبلد في ناس عم بعدها عم بتفكر وعم تشتغل للأشخاص اللي موجودة بهالأرض. نعم، يعني عدا الخارج لوين حابين توصلوا أوليف ليف؟ شو هي النشاطات المستقبلية؟ شو محضرين؟ هلأ طبعا يعني نحن بلشنا بهالبلد يعني ننعرف بكل المناطق بخلال المعارض اللي منقوم فيها، هيدي كتير مهمة لأنه المعارض هي أكيد إكسبلوجر لبضاعتك بالنهاية صحيح. أكيد هلأ الهدف الأكبر هلأ إنه البضاعة تروح لكافة أنحاء العالم، يعني هيدا هدفنا وهيدا نتأمل يصير، وإن شاء الله خير إن شاء الله خير. بدي منك كلمة بنهاية حلقتنا لكل
كل شخص خسر بالأزمة. حضرتك كنت مغتربة واجيتي وتعرضت ل يعني لخسائر كبيرة مثل ما كنت عم تخبرينا بالأزمة، مع هيك ما استسلمتي وقدرتي أنك تستثمري من أرضك وتعملي مشروعكم مع المشروع العائلي أوليف ليف. شو بتحبي تقولي للمشاهدين؟ والله أنا عن جد يعني مثل ما قلت إن إحنا من الأشخاص اللي فعلا كنا شوي بعد هالغربة الطويلة، إنك تنصدمي ببلدك وتتفاجئ باللي صار معك، بس برضو يعني اللي عنده إيمان، ونحن إيماننا كبير، إيماننا بربنا طبعا، بالله أول شيء، وإيماننا بالبلد أنه رح يرجع يوقف على إجري، ما حدا يستسلم بالنهاية. نمرق ومرقنا، ونحن أصلا جيل الحرب، يعني نحن مرقنا بكتير ظروف، وبرضو بعدنا واقفين وبعدنا مؤمنين بهالبلد، وان شاء الله الكل يعملوا بتنا، والا ما يلاقوا شيء منفذ يطلع من الازمه اللي هن فيها، وان شاء الله الكل بيعيشوا وبيرتاحوا وبيطلعوا من هالازمه. لبناني شاطر فدائما بتحسيه بيوقف على اجري بعد كل ازمه، بتفوق وين ما كان. صحيح، وانا بدي اشكرك ولكم يعطيكم الف عافيه ودائما بالتقدم والنجاح للفاميلي بزنس اللي عندكم اياه اوليف ليف. شكرا على حضورك معنا اليوم نيكول مونس سعيد، اهلا وسهلا فيك. ميرسي لكم. نحن وصلنا لنهاية حلقتنا من أون تايم على الموعد ليوم الجمعة. أنا برجع بذكركم أنكم فيكم تابعوا صفحتنا على فيسبوك مريم تي في لبنان وقناتنا الخاصة على يوتيوب لتابعوا كافة برامج مريم تي في، وموعدنا بيرجع بيتجدد معكم يوم الاثنين. إلى اللقاء.